Mind if I talk to you for a few minutes? هيك بتنزلي بتشيلي لوارد بلينا؟ لحظة حبيبتي، نحن ما جيتي معي انت وياها، السيارة والنعن ون هلكتني، بعدين لحظة، ما تفكروا انه انتم ما رح تدفعوا حق الواردات معي، أول قبضة بمصر أنا هاي لا تعملي لي هيك ولا ورد إلي؟ وأبيض كمان؟ بحياتي ما حدا جاب لي ورد لا أبيض ولا أحمر ولا زهر حتى يا حبيباتي كلكم ذوق ولو؟ يعني معقول نفل بلا من وضعك؟ يعني ما في شيء من قيمتك، هيدا اقل شيء فينا نعمله معك يا ست نانو. يا محتالي، استعرت السيارة حتى تنزلي على السوق وتشتري لي ورد؟ قال شو؟ ماما مريضة ولازم جيب لي دواء ولازم استعير سيارتي. هيدا مفتاح سيارتك، بس هلكتني السيارة ست نجيبة. بتجيبي سيرة ريري؟ عسيرة الريري، وين أستاذ الرشيد؟ أستاذ الرشيد مش هون. إيه أريح. بيكون مش طايق يشوفنا، احنا فلينا هيك خبط لزق. حبيبتي ما بدها هالقد، هلا هو لزعلان زعلان شوي، بس مصلحتكم اهم. ما حق، اهم شيء مصلحتنا. ايه انت كمان اسكتي، سلمينا عليه كثير. وصل حبيبتي. ايه يا حلوين، مش حتسلموا على ست نجيبه قبل ما تروحوا مصر ام الدنيا؟ امال توصلوا بالسلامه. ميرسي. طبعوا على حالكم، ما بدي وصيكم. ايه بدكم انا اوصلكم؟ لا لا لا، بدنا نشوف اصحابنا نحن على الطريق. طيب حبيباتي موفقين، يلا باي باي. بدك امي؟ ليه ما مرقت على المعمل جبت اختك معك؟ لا شو راحت تعمل هونيك؟ مش على اساس تركت تشتغل ومسافره على مصر؟ راحت هي وسهى ومي يودعوا نجيبه. مش عرفك امي، هلا بتلاقيها واصله. الله يرضى عليك، احسن ما حدا هلا يلطش اختك على الطريق وتعمل مشكل. منيح، ما بنتك اخت رجال، ما تخافي عليها. الله يرضى عليك، ولو كرمالي. مش عرفك امي، اذا هون خفانه عليها هيك، شو بدك تعملي بس تروح على مصر لوحدها؟ والله مش عارفه يا ابني. شو يا بومة؟ هيك بدك ضلك عامل مثل البومة؟ ريم، ريم أنا رح أفقع، رح جن. شو بدهم يقولوا عني بالضيعة؟ بعتها لتعمل مصاري برات لبنان وهو باقي هون؟ مين الزلمة، أنا ولا أنت؟ أنا لازم روح أعمل مصاري مش أنت. وليد، كبر عقلك. أنت بتعرف إنه هالأيام صارت بنت مثل الشاب، وأنت بتعرف كتير منيح إنه أنا قدها وقدود. بعدين مش انت كل عمرك تقول انه انا وياك بس نتجوز رح نصير واحد؟ ليه ما بحب اسمع هالحكي، ما بدي اسمعه برا. اذا بتريدي وليد انا بحبك،
كثير. مش قادرة انطر 20 سنة خاطبين، كلهم 3 سنين نتجوز ونستتر انا وياك ببيت. ابو علي مصاره على المدرسه زمان. حبك يا بومي. بومي انا بومي. طيبين. وانا بحبك يا بومي. اسلموا هدياتي يا حبيبتي. ايش راح اشتاق لك يا حبيبتي. حبيبتي ما بعرف انا كيف بدي اعيش بلاكي. ولا انا يا امي افكر بهالموضوع ليل نهار. ما بعرف انا خايفه، خايفه يصير لي شيء وما الحق اشوفك. ما تحكي هيك، بعيد الشر عنك. انت بتعرفي انه انا ما بقدر اعيش بلاكي. طيب ضروري تسافري بكره، ما فيك تاجلي شوي؟ يا ريت. الجماعه حجزوا كل شيء وخلصوا كل الاوراق، لازم نسافر بكره. يا الله شو بدي اشتاق لك. انا كمان اشتاق لك كثير حبيبتي. وليد احكي لك شي كلمة. طبعا قليل اضحك لي ضحكة صغيرة قبل ما سافر يا حبيبي. اضحك لك؟ كيف بدي اضحك لك؟ انت رايحة ما بعرف لوين ولا كيف. انا لازم اروح مش انت ريم، بس وضعي ما بيسمح فل من البلد. بدك اياني اضحك؟ كيف بدي اضحك؟ وليد بكرة بتشوف الله رح يفتحها بوجهنا، أحوالنا رح تتحسن كتير، رح تصير تتطمن عني وتجي لعندي كمان. تبع طمنيني بس نفسك. هطمنك يا كالو حار، أول ما أوصل هكلمك على طول. عايز تكلم لين؟ معلش أصلين دخلت الحمام. طيب يا حبيبي خلي بالك من نفسك، مع السلامة. يا بنتي فك التكشيرة بتاعتك دي، أنا خايف نطلع الطيارة تقلب من بوزك ده. بلا سؤال يا خالد عم تخاف. ما تخافيش يا خلود أنا بهزر، إن شاء الله الطيارة تقلب بينا. تعرفين أنا مبسوط قوي إن بابا وماما هيرجعوا يعيشوا مع بعض ده. واللي بسطني أكتر إن أنا السبب في الموضوع ده. وشو رح يتغير يا حبيبي؟ كل شيء رح يبقى مثل ما هو. أنتوا بمصر ونحن هون بلبنان، ما يكون إذا تجوزوا في شيء رح يتغير. اكتر حاجه بحبها فيك يا حبيبتي التفاؤل بتاعك. فك يا بنتي اضحكي، نفسي اشوفك بتضحكي بره. بتعذب حالك خالص. انت عارفه لين انت المفروض تعملي اعلان مع جون سنان عشان ضحكتك الحلوه اللي ما تشوفهاش دي. اي ضحك ايه صباح الخير يا ام ابراهيم.
صباح الخير يا غازي. جبت لك كعكة لريم مثل العادة، خبيها ما بدي منك مصاري. يلي بتحب الكعك سافرت. ريم سافرت، راحت على مصر لتشتغل 3 سنين. يلا يلا يا أسامة عجل شوي، جينا بضاعة جديدة بدنا نخلص، عجل شوي. أين توصل البضاعة؟ بعد يومين معلم رشيد. ليه ما تلفنت اللون؟ تلفنت اللون. بعدك هون؟ ما قلت لك اليوم لازم تروح ترتاح؟ شو قصدك يا نجيب؟ بتضلي مستعجلة علي هيك، ما خلصت جردة بعد. أي جردة أي بلوط، وجهك أصفر ومش عاجبني. يلا روح تلقح لك شي شوي، وأنا بزمط على الغدا وبخد لك أكل، عملت لك بازيلا وروست وبتحبها كتير. يلا يلا. شو بدك يصير فيك ما صار فيك هيديك المرة تغيب عن الوعي؟ أنت مش بس ابن عمتي، أنت عيلتي كلها، أنت كل شيء اللي بهالدنيا. يلا. شايفين؟ كثير بتخاف الطيارة بس تقلع. يمكن سمعك بيقول إنه نحن دايسين بالطيارة قبل. ليك أنجا أيدا كاميون الخضرة تبع الضيعة. مش بعرف ليه بيقولوا. أنا كلها على بعض هالسفرة مش مطمنتني. شو رأيك نقوم نضب كلاكيشنا هيك ونطلع الضيعة نعمل له مفاجأة؟ على الضيعة؟ إيه؟ بيكي حمي بيكي شيء؟ أنا ما صدقت حشيت منها للضيعة، بدك ترجعي تطلعيني لفوق. ليه؟ طب ما ليه؟ ما بتعرفي تنبسطي؟ بدك تعملي حساب كل فشخة قبل ما تعمليها، مش عم بفهم. لا، بدي اعيش هيك على الهوارة مثل ما انت عايشة. ولك احكي لك شي كلمة؟ احكي لك شو شوي انت؟ ليك مش قادرة، مش قادرة، مش قادرة، هيك واعية مبسوطة، رايحين على مصر. عن جد؟ عن جد، ما تعتبروا انه نحن رايحين نشتغل، نحن رايحين على مسيحة، رايحين ننبسط، رايحين نشوف الأهرام، رايحين نشوف أبو الهول. كل عمري أحلم روح على مصر. بس عن جد مش مرتاحة. طيب شو بعمل؟ بعدين ليكي انت قاعدة ومترنخة على عرشي، شو بدنا نقعد نعمل هلا؟ ما قاعدين هيك مثل 4 من الجمعة، مش مفروض نفوت لجوا حدا يجي؟ ما قالت لنا نجيبة انه نقعد هون وننطر هيدا الزلمة اللي جاي من قبل احسان، نسيت اسمه. جايب معه باسبوراتنا، بيجمعنا كلنا وطلعنا على الطيارة. ليش نحن بنعرف نفشخ شيء هون بلا؟ لا وينو هيدا؟ انطري اقبعوني بس يجي. ايه لك هاتي قومي قومي بيبي بيبي قومي قومي. لسان شو بدنا نعمل يعني؟ قومي نركض عملية لفتين ثلاثة هيك. في محل بوزة هوني. ايه معكي مصاري؟ قومي اشتري لنا بوزة. هلا ما معي. معكم؟ لا انا خلص معاشي. ايه اسكتي لكين. طارو يا ربي يوصلوا بالسلامة. استاذ إحسان بدي كلمة منك وحدة بس تريحني. الصبايا بعرفهم من هن وصغار، هن ولاد ضيعتي وبحبهم كتير، وصاحب المعمل هون هو قرابتي، أنا وياه ما عملنا عائلة. هلا بدك تفتحي لي إخراجات قد العائلة؟ أنا بس بدي تجاوبني على سؤال واحد حتى ريح ضميري. البنات في خطر على حياتهم؟ أكيد لا. يشكر ربهم بناتك رايحين على النعيم بدل ما هني مقبورين هون للنهار بمعاش تعطير. أنت لو بتعرفي مين البنات اللي رايحين معنا ما بتصدق. كلهم خريجين جامعات، مدراء بنوكي، مسؤولين بشركات، ورايحين. يشكر ربهم بناتك. طيب أنا ممنونتك. مثل ما اتفقنا الموضوع بينتهي هون، بيموت. بح. اوكي يا ست نانو. اوكي. مشي لعيونه شكله شي فيك وشي. خلص انتهي، بعد ناقصنا هيدا كمان. لك انت شو
ما بينظهر فيكي؟ بتضلك تعملي لنا مشاكل وين ما نروح؟ انه منيح اللي فال وليد وقال لك انقبض. يا ريت كان بعد وليد هون، خليه يقبضه. بنت اللي عملت حاجه، انا ببص على الاشاره بعتي شايفاها مكشره بالظبط زي يلا وينك؟ أنا عند خالد ناطرة البنات ليوصلوا. إن شاء الله بيوصلوا بالسلامة. حتى لو منك راضي على زواج من أشرف مرة تانية، كمان رافض إنك تجي تشاركني الفرحة. طيب على القليلة قلي مبروك. أختي أنت بتعرفي إنه أنا ما بتمنى لك إلا كل الخير والسعادة والراحة. عشان هيك ماني مبسوط إنه ترجعي ترتبطي بجوزك مرة تانية. خيي خلص ما بقى تحلل. قلي مبروك وبس. مبروك أختي مبروك. لكن وين هدول اللي جايين ياخذونا من هون؟ وين باسبوراتنا؟ شو بك زبتي هيك؟ بعد ما وصلنا على مصر تأثيري أبو الهول. ما بعرف شو بني يا بنات، بحس حالي مش مرتاحة أبدا. شو حاسة بيه؟ ما بعرف هيك حاسة حالي وحيدة على ضايعة على مش عم بفهم. دخلكم؟ هيدا اللي اسمه إحسان وينه؟ مش هو اللي عملنا باسبوراتنا وورقنا وجايبنا من لبنان لهون؟ ما عم بفهم، تبخر هلا؟ مش مهم، مهم نلاقي هيدا المرة اللي قالتنا عنها نانو. تخيلكم عن شو كان اسمها؟ انا رح اخذكم على البيت وامن على وجودكم هنيك، فالحقوني انتم شنطتكم. يلا تفضلوا. يلا صبايا يلا. تأمرني بحاجة تانية يا كامل بيه؟ لا شكرا يا نور، بس قولي لسه شوقي يحضر العربية لأني خارج على طول. حاضر يا فندم.
مبروك جوان كولاس مدام. جوان كولاس؟ يا صبايا يا ستي. مثل ما شايفين جوان كولاس تبع الباص معطل. بدكم تروحوا على البيت ماشي، بدكم ما تبخزوني. سيارة صغيرة وما بقدر اخذكم كلكم سوا. صبايا كثير رح نتسلى اليوم من هون على بيوتنا ماشي. سيارة صغيرة. ايه وبكره بكره في شغل ها؟ ما تنسوا. سري بس متى كان هالباص ماشي؟ ايه مش شايفة انه الجوان كولاس تبع الباص معطل؟ وخدي حبيبتي خدي هالوردة اعطيها لمرت خيي. يلا انتبهوا على الطريق. يلا ما تنسوا بكره. لا ما فيها تعمل فينا هيك كل مره كل مره بينتزع الباص. اذا صار فرج لك يا ستي بناتك بالسلامة وزي ما طلبت مني. هاي حبيبتي انتي وانتي كمان. هاي ما مصدقة. بصي بقى انا روح اجيب سمر من الشركة عشان اتابع بنفسي ترتيبات احلى فرح لأحلى ست في الدنيا كلها. سلام. يا أحلى ببنات الحلوين. دخليك ليه بعدت خالد يجيبنا من لبنان؟ ما يكون نحن ولاد صغار. دخيله هيدا اللي بده يكبر حاله قبل بوقت. لايحة انا بالجامعة مام. اوكي بلا هالحديث ولو خلينا مبسوطين انه انت وبابي عم ترجعوا لبعضكم. شو بدنا احلى من هيك؟ هيك بيحكوا. ما عندك شي تقولي لي؟ لا ما عندي شي اقوله. تعبانة وبدي اطلع نام. السهرة طويلة اليوم عشية. باي. ما تعت عليها مامي. هيدي لين بدك تتعودي. هلا خبرينا انت شو لابسه اليوم. ما رح اقول لك وفاجعه. وهي هي المفاجأة اللي خبرتكم عنها. ما فهمت شو يعني. هلا الأستاذ زكي رح فهمكم كل شيء. ألف حمد لله على السلامة. يا مرحب بيكم مصر نورت. حدا في يشرح لنا شو عم بيصير هون؟ الأستاذ مدحت بيعتذر لكم بس النهاردة مش هيقدر يتقابل معاكم عشان بيخلص بعض الأجراءات في أوراق المصنع. يعني بالكتير قوي 6 7 8 9 10 أيام وهيكون كله تمام. قصدك إنه نحن جينا لهون قبل ما الأستاذ يفتتح معمله؟ يعني جايب موظفين من بلد لبلد وبعد المعمل ما عنده رخصة؟ إطلاقاً ده ظرف طارئ. أنا نفسي اتفاجئت بيه. بس يعني مش هقدر اقول لكم غير سوري انا اسف. طيب نحن هون وين حبايبي؟ انتوا هنا ببيتكم. هتبيتوا في الفيلا دي؟ كيف نحن رح نسكن هون؟ ليش ما فهمت؟ بكره الاستاذ مدحت عازمكم على عشاء ان شاء الله وهيجاوب لكم على كل الاسئله اللي انتوا عايزين تسالوها له عشان تطمنوا. اوكي لا إذا بتعملوا معروف خلينا نفهم هلأ شو عم بيصير. أنا رح فهمكم كل شيء. هاي الفيلا بيملكها صاحب المعمل بس هو ماله ساكن فيها. وعلى فكرة المعمل ما بيبعد عن هون غير بس 6 دقايق بالسيارة مو أكتر.
صاحب المعمل تكرم عليكم ولح يخليكم تسكنوا كلكم مع بعض بهذا المطرح. يعني مثل ما لكم شايفين مكان آمن والعالم كلها حتكون بخدمتكم. لا تقولوا لي إنه بقية العمال ساكنين بهيك مسكن. بفهم إنه رح نسكن 3 سنين بفيلة الأستاذ؟ بعد 3 سنين هتطلبي تقعدي 30 سنة من الراحة والخدم اللي هتلاقيهم بيلبوا لك كل طلباتكم. يلا صبايا هلا رح يدلوكم على غرفكم، أوكي؟ تفضلوا حبايبي. طب وباسبوراتنا وين؟ أنا برأيي تطلعوا على غرفكم ترتاحوا شوي ومنجتمع الساعة 8 على العشاء. هند عايزك في كلمتين. لك ملا قصر بشايفك لك شو حلو؟ سارة أنا خايفة كتير، الوضع أبداً ما بيطمن. شو يعني ما بيطمن؟ لك عم قلك لك ملا قصر لك شو كبير وعنا مسبح كمان، ولا كأنه عايشين بحلم. حبيت الله يستر ما نكون عايشين بكابوس، كابوس وما نعرف نطلع منه. شو قصدك لي؟ ايه ماما انت لسه لبستيش لغايه دلوقتي؟ بقول لها 3-4 ساعات موجود نبقى هناك. بقول لك ايه، البس دي ولا البس دي؟ دي حلوه قوي، جمالك انت جمال حبيبي، قبل ما افرح فيك يا رب. لا انا خلاص كبرت على الحاجات دي، اهم حاجه اني بشوفك بتتزفي على ابويا من جديد. انت كبرت وانا شو؟ عم بتجوزني لبيك مره تانية؟ معقول؟ غريب غريب انت يا صبي، ما بتشبه حدا بهالدنيا. اهم حاجه ان الواحد يبقى شبه نفسه بس. بقولك يا ماما، انت لسه بتحبي بابا زي الاول؟ ما بعرف اذا زي الاول، بس انا بعدني بحبه كتير. من اليوم اللي تعرفت عليه لهلا ما حبيت حدا غيره، حتى لما كنا مطلقين 7 سنين طلاق، بس انا ولا يوم حسيت حالي اني ماني مرتبطه، ماني مرتبطة بهالرجال اللي هو اسمه بيك. عشان كده أنا عملت المستحيل عشان ترجعوا لبعض تاني. هلا هيدا أنا إحساسي، ما بعرف وشو إحساسه تجاهي. أنت مش قلتي إن قال لك إمبارح إنه بيموت فيكي؟ هيك قال. مهم اللي يكون عم بيقوله حقيقي وصادق. طب بذمتك أنت، في راجل في الدنيا ما يحبش واحدة زي القمر زيك؟ يلا يلا عشان نلبس. انت
تارارارا تارارارا لا 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 لا. شو بيك مثل الطلطميه؟ صحتيني لشوف هون. احيى المقطع طلع. سعيده يا جماعه. سعيده اذا نجيبه. وين عم ابراهيم؟ يا حجوه بالاوضه. هي مش عارفه شيء عن ريم. هيك الهاي تح تح انت وكفي لي درسك. شو يا ام ابراهيم؟ دفنت لكم ريم؟ دخيلك دخيلك يا نجيبه، قلبي عم بيوجعني. البنت ما تلفنت، ورامي رح سأل عن سوها وانت ماي. ما حدا منهم تلفن. ليش قولك؟ ما تخافي رح يتلفنوا. انت عايزك شيء؟ انا ما بدي شيء، ما بدي شيء ابدا غير اطمن على بنتي. شايف البنات مبسوطين؟ على رب على الله. شو بنات فتلتوا بالمكان؟ نورين. حبيتوا غرفكم؟ ايه كتير. إذا بتعملوا معروف بدنا تليفون لنحكي مع أهالينا نطمنون علينا. هلأ ما في تليفونات، مو شغال. لا بكرة أدمع. مش مشكلة، ننزل على الطريق من تلفن من الشارع. حبايبي اسمعوني بس كلمتين عشان نبقى ايه متفقين. انتوا هنا كلكم نازلين تحت مسؤوليتنا، فمفيش واحده تقدر تروح ولا تيجي الا بموافقتنا. يعني مش هتخرجوا ولا تدخلوا غير ما احنا نوافق ونقول لكم حاضر. وبعدين كلها سوادي الليل يا اولاد، والاستاذ هيجي وكل اللي في نفسكم فيها تقولوا له وتفهموه. بس انا ما عم بفهم لما بتخلونا ننزل دق تليفون لأهلنا؟ لأنه الكونترا اللي انتم مضيتوا عليه لسه ما صار شرعي. بس لحتى يتثبت وكل الأمور تصير منيحة، فأنا قطعاً لح أخذكم وين ما بدكم. شو قصدك يعني؟ رح تحبسونا هون كم يوم؟ هلأ هون حبس؟ انتم بعمركم شفتوا هيك فيلا من قبل؟ بلشتوا تتكبروا علينا؟ بدنا باسبوراتنا حبيبتي. باسبورتاتكم كلها خدتها هند عشان بكره نبعتها السفاره وتعمل لكم الاقامه والاجراءات القانونيه. يلا باي. نفهم انه نحن مخطوفين مش هيك؟ خلاص بليز خلاص ريم. انت مجنونه يا ماما، انت اكيد مش فاهمه انت بتقولي ايه. انتو زعران وهيدا الشيء واضح. انتو عم تضحكوا علينا كلنا. نحن بدنا باسبوراتنا هلا، والا والا ايه يا كتكوتة؟ كملي. والا ايه؟ والا بدي صرخ كل الليل وبدي لم عليكم القاهرة كلها. يا زعران يا كلاب، اعطوا لي البنت دي. يا كلاب يا كلاب رجعي قولي يا امك اغلب يا امك رجعي يا مجرمين يا كلاب. كلب؟ مين اللي كلب يا بنت؟ أنا آسف يا أولاد، بجد أنا آسف، بس أنتوا مش عارفين عوائدنا في مصر هنا. مفيش ست بتشتم راجل. يعني ايه ست شيشتة متراجل؟ انا ما انا مش جاي اذيكم، ده انا جاي اطمن عليكم والله واشوف طلباتكم ايه، محتاجين حاجه. فارجوكم ما تزعلوش مني، ارجوكم، وانا اسف كمان مره، سامحوني. اوكي. طب ما دام كل شيء طبيعي وكل شيء مزبوط هون، لشو ما بتخلونا ندق لاهلنا؟ ولشو موقفين لنا حراس على الباب؟ ايه لا يا حبيبتي مش حرس، دول بيحموكم. اصلا انتوا مش فاهمين، انا مش عارف، اوعي تزعلي مني على القلم. هنا عندنا حاجه اسمها عبد الروتين، الورق بياخد اجراءات. احمد حلمي بيستلم الورق ويدبسه، بيديه لعايده تراجعه، بالعايده بتديه للشيخ رمضان علشان يختمه ويدبسه. الشيخ رمضان بيوصلنا في الاخر لرمسيس بيعتمد الليله دي كلها وبيسلمك الورق. يعني ماكسيمم كده تقدري تقولي 7 8 9 10 ايام بالكتير قوي. وبعدين انتوا هنا قاعدين مرتاحين،
تحت امركم الخدمات وحمامات مقفوله تستحموا براحتكم. شو قصدك يعني؟ انه نحن بدري غير شرعيه هون؟ غير شرعيه؟ استغفر الله يا جماعه، غير شرعيه ازاي؟ انا اللي بطلبه منكم بس سواد الليل، اصبروا عليا لبكره وكل اللي انتوا عايزينه هيتحقق لكم وهتلاقوا الحياه هنا زي الفل، ما تقلقوش من حاجه ابدا. وصدقوني بعد ما تشوفوا معاملتنا هتندموا على كل كلمه قلتوها في حقنا، زي ما انا ندمت ان ايدي اتمدت عليكي. وبكره بالليل مدحت بيعمل حفله على شرفكم عشان بيفهمكم على كل سؤال عايزين تسالوه عليه وتطمنوا. في اكتر من كده حاجه بقى؟ يلا اشوفكم بكره على خير، باي باي. بدكم تروقوا شوي. بكل الاحوال هلا رح نقعد قدام البيسين نشرب كاسه شاي وفهمكم على كل شيء. اوكي بنات، شايل الكل بسرعه. مش عارف كيف بيشيلوا المال نفس الكل. ابنين؟ هيك بدك تضلك طالب يبوز على 3 سنين؟ لا اول بنت ولا اخر بنت بتشتغل. حس حالي ظلمت امي. ليش عم تقول هيك؟ كان لازم خليها تسافر. انا الرجال. انا اللي كان لازم سافر وطلع مصاري مش هي. والفرصة اجت إلها هي مش إلك. مشكلتك كيف تجي الفرصة؟ ما هون المشكلة. مبلغ حرزان. قديش تقريبا؟ على 3 سنين 108,000 دولار. حرزانين. مبلغ حرزان. عملت لكم اطيب فناجين شاي. تفضلوا. تفضل يا قمر. يا كربوشه انت الحلوه. على فكره انتوا بالذات بنات كثير مميزات عندي. ريم ليه ما عم تشربي الشاي تبعك؟ ما لي نفس. غريب قديش هيك انسان ما عنده ثقه بحدا. انت هيك على طول؟ انا اخذ الحس السادس من امي. حس بالخطر قبل ما يجي لعندي. وانت معتبره انه نحن خطر عليكم؟ حاسه اني علقت بايدين عصابه. ما بعرف على عصابه شو بدها مني لهلا. بس انا متاكده انه في شيء غلط بهالقصه. أوه. عم تقولي كلام كتير قاسي ريم، بس معلش أنا رح أتحملك. بتعرفي ليه؟ لأنه بعرف قديشك خايفة. يعني طبيعي بنت ما لها مسافر قبل هالمرة
ما عندها خبرة بالحياة، ما لها متعلمة، طبيعي تخاف. بس بكرة رح تكتشفوا قديش كون غلطان. إن شاء الله يا رب، بس لو بتخلونا نتلفن لأهلنا أكيد بينه بيكون مشغول علينا. من هالناحية ما تعتليها. زكي من وقت ما حطت الطيارة بالمطار اتصل بأهليكم وطمنوا. بكل الأحوال بكرة رح تتصلوا فيهم وبتحكوا على رواق. خي؟ طب ما قولي لنا هيك من الأول. أنا ما عندي حدا تلفن له. ما حدا مشغول باله علي. سوها أنت ما عندك أهل؟ هي ومرته. بس بيكونوا نسيوا أنه سافرت اليوم الصباح. هلكي يكونوا نسيوا اسمي كمان. أنت شو شغلتك الأساسية يا ست هنات؟ فيك تقولي أني أنا مديرة أعمال المتحبك، يعني إيده اليمين، بعرف الشاردة قبل الواردة، الصغيرة قبل الكبيرة. شو؟ ارتحتي؟ شو قولك أنت؟ أنا بدي استأذن منكم، بدي روح نام. بومي. عملتها مجنون. اخيرا اقنعت ابوك وامك انه يتجوزوا تاني. عقبال حضرتك انت وسعاد قريب ان شاء الله. لا انا مش عايز. ومين قال لك يعني ان انا عايز؟ بس بجد برافو. تلميذك بقى بوب. لا انت مش تلميذ، انت ابني. ضرب 3 108 $108,000 عم تصعبي معي. وين؟ ايه واذا الشغل ما طلع منيح؟ الشغل ما طلع منيح يعني اللي بيسمعك بيقول هون غير هونيك، ما خياطة بخياطة وقماش بقماش، شو بده يكوني؟ ايه مين بيهتم بأمك يا شاط؟ خليني خبرك هالخبرية الصغيرة. بيهتم بأمري يا شاطرة إن مصرياتك. ما عليه يعني 108,000 مش عاطلين. على قليلة أمك بتصح وهاشتخذ لي أدوية من المستوصف بالين وما بيسوى. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ إيه؟ عايشين ومبسوطين وما أحلانا، ممكن كنين على بعضنا والحمد لله صحتكم منيحة. شو بدك غير هيك؟ خليكي معنا حبيبتي. ما تفلني، الله يرضى عليك. ايه انفوتني بدخيلك انت، اصلا اليوم ما رح اخد قرارات، انا بلا وليد خطيبي ما باخد قرارات، هو خطيبي هو اللي بقرر معي، ماشي ولا مش؟ اكيد مش، ماشي ولا مش؟ انفوتني يا سوسي، يلا يلا. 108 ماشي ولا مش؟ قديه بدي انطر بعد يا ست منو؟ خلص لقيت الفكره، عرفت شو بدي احكي مع البنات، ما تعطي الهم، والهيئه ثلاثتهم رح يقبلوا.
كويس كويس. والخبرية الحلوة إنه اليوم من بعد ما فليت قعدت أنا وياهم على الغدا وتسيرت معهم. لقيتهم يأسنين من الوضع. سهى ما عندها عيلة وعايشة مع خيا ومرته اللي منجدت لحياتها. وماي ماي لازم تشتغل حتى تجمع مصاري لأنه أهلها فقراء كتير. وريم ريم خاطبة وخطيبة ميكانيسيان وضعه عقده، يعني بدهم شي 100 سنة حتى يقدروا يتجوزوا. المختصر المفيد تلاتتهم عدمانين العافية. عظيم. يلا على السريع صور شمسية وكل المعاملات ونعمل باسبورات إن شاء الله مثل ما الله بديت. لشو؟ عشو مستعجل؟ خليهم معك تتنشط لبكرة. مش الأمانة مش فهمت البنات لحد دلوقتي ليه؟ أخدت أكتر من نصهم والباقي لسه ما أجت الفرصة. فرصة إيه يا هاني؟ أنت مستني لما يكتشفوها؟ يعني كيف بدهم يكتشفونا وهن مخبعين بجيب سري بقلب الشنطة؟ بقول لك إيه يا هاني؟ شغلانتنا ده هي الغلطة فيها بفورة. بكرة الصبح والبنات بتفطر تنزلي تخلصي الموضوع ده تماماً. كلامي مفهوم؟ طب خلاص خلاص. حاجة تزعقلي. وانت تصرفاتك وطولك اصلا بينرفزوني. بقولك يا هند بكره الصبح تديني التمام انك خلصت الموضوع ده. سلام ماي. ليه ما حدا رد؟ انا كيف بدي اطمن؟ ألو رشيد، فيك تجي لعندي شوي عايزتك؟ شو أنت؟ ما عندك معصبة؟ ليش حالك؟ ضحك يجي شوي؟ ضحك شو؟ أنا كتير مبسوطة. تعرف ليش؟ لأني مرقت بتجربتين بحياتي واثنيناتهم كنت أنت بطلنا. وأنا أسعد واحد في الدنيا عشان اتجوزت مرتين في حياتي والمرتين أنت العروسة. غريبين نحن مش هيك؟ تفتكري لما كناش اتطلعنا السنين الطويلة دي وبعدنا عن بعض كان ممكن نقضي ليلة جميلة زي الليلة دي؟ ما بعرف. عم تسألني عن شي ما عشت. بدي خبرك عني عم بعيشه هلا. يا ريت. حاسه ليلي انه حبي لك غريب. عن جد. من بعد سنين زواج ومن بعد 3 أولاد صاروا صبايا ورجال ومن بعد سنين طلاق ومشاكل ما بتنعد كتير كتير حاسه حالي عن جد اني عروس. عروس صغيرة صبية خايفة بديك تحميها وتحبها كتير. وحشتي أوي. يلا يلا ما قلتي لي نجيبة بعتي وراي آخر الليل حدا بشي؟ لا لا أبدا ولا شي. كيف ولا شي؟ ما تكوني بعتي وراي لتشربيني قهوة مثلا. كنت عم فكر فيك. عرفت إنك زعلان لأن الصبايا تركوك وراحوا يشتغلوا برا.
قلت منتوينس سوا لأنه أنا كمان كتير استفقت لهم. أنا ماني زعلان إنهم راح يشتغلوا برا، أنا زعلان إنه عملوا كل هالشي من ورا ظهري. ما بحياتي رفضت لهم طلب، وخصوصا ريم، يعني رب العمل لازم يكون ظالم لحتى موظفينه ما يغدروا فيه. حاجة تكبر القصة كرشيد، البنات إجاهن عرض بياخد العقل $3,000 بالشهر، شو بدك يعني يرفضوا هالنعمة؟ أنا ما بدي شي ولا بقى بدي جيب سيرتهم، الله يسعدهم ويبعدهم. بس هن فلوا زعلانين لأنك أنت ما قبلت تودعهم. نجيبي بعتي وراي بهالليلة تسميلي بدني؟ أنا بكرة رح جيب بدالهم وانساهم. نامي وخليني روح نام، بكرة عنا شغل. تصبح على خير. مش طبيعي تكون بعد ما تلفنت، رح يطلع الضوء. فوتي فوتي لجوه بلا فلسك، فوتي اعملي لنا ركوة قهوة. قالت لي بس تغط الطيارة دغري بدها تتصل فيني تطمني. لا تواخذوني مواعيدكم لهلا، بس قلبي عم بيوجعني، رح يطلع من مطرح. كان لازم تاخذ معها تليفونها، على ليلي كانت بعدت منه رسائل. كمان سهى وماي ما اخذوا ارقامهم معه. شو بدهم فيهم يا عمي؟ ما رايحين فترة طويلة، بكره بيحترقوا. أنا هو تأخروا بالمطار أو شيء، وبكره بكره بيشتروا تليفونات وبيطمنوني. أنت أكيد يا صبري رحت عند أهلها لسهى؟ عم بتكذب وما لك جلابة. وحياة الله سألته. طيب يا جماعة، ننطر على بكره وإذا ما اتصلت نشوف شو بنعمل. بدي أنا، بعد بدي أنطر لبكره. شو بكي؟ ما بيصير كرمال قلبك، شو بتعمل حركات؟ أنا رح أمشي. مننام وعبكرة نشوف شو بنعمل. ويلي بالتلفن لريم أول شيء، بيتصل بالتاني وبيطمنه قد ما كانت الساعة. ماشي؟ تصبحوا خير. أنت من أهل. أنت من أهل. رانيا، ما صارت هالقهوة؟ أنت بشو بالك؟ يا دلي عليك يا بنتي ويك. ألف ألف مبروك. بس زي القمر والله. طب تخالف تربية إيدك؟ بيعمل فرح لابوه وامه، عايز يجوزنا واحنا في السن ده، بذمتك مش جنان. على فكره ليلى يعني تستاهل انك تتجوزها 100 مره مش مره واحده، بس لو تقدر. الله 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 الله. وبعدين معك يا كامل. أنا طلبت عصير، موقفين على الشط. أنا ما عبالي شي. ليك هالبومة التانية، وليك قومي فيها صح صحي، ليك هون قاعدين بقصر. أنا بدي هيدا لونه حلو. دورك. الو الو ماما، انا ريم. ريم حبيبتي، اشتقت لك يا حبيبتي. البيت فاضي من دونك، البيت فاضي من دونك يا حبيبتي. انت اللي حبيبتي، عم تنتبه على حالك إلي كتير، ما تخافي علي. المهم انت خبريني، كل شي منيح معك لحد هلا؟ كل شي ماشي الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. طيب ليه طولتي لحكتيني يا حبيبتي؟ عايز اول ما اركب الطياره انسى كل حاجه في الدنيا، ما افتكرش غيرك انت وبس. اول ما اوصل بيروت عايز اقعد 3-4 ايام كده في هدوء، معرفش حل جديدنا بينا ده حبيبي، بس مفضل حبيبي 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 حبيبي. والله البيت كان مضاني من غيرك يا سلاي، هتوحشينا موت والله. روح ترجعي بألف سلامة يا رب. الله يسلمك. سلامة مع ألف سلامة. حبيبة أمها
دي ريم بحبها. ليكي انا اليوم نهاري كتير منيح، ما تفقسيني. ناقصني انت. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا. ام ابراهيم صحيح ريم تلفنت وطمنتك؟ مبلا من على بكره. وما بتقولي لي؟ بتعرفيني بالي مشغول عليها. ما خطر على بالي. وليه بده ينشغل بالك عليها؟ ولو شو كل هالقد انا عاطله. لا ما بقصد، بس ما كنت عارفه انك بتحبي ريم هالقد حتى ينشغل بالك، بس هيك. وبخاف عليها كمان، هي والصبايا. شو بك يا ام ابراهيم؟ ما عشرت عمر انا وياهم بهالمعمل. شو هيك بدنا نضلنا واقفين مش رح تسقيني فنجان قهوه؟ تفضلي تفضلي نشرب قهوه على شرف ريم. البنات ايه؟ 100% ليكن هلا هنن عم يلبسوا ويتحضروا، لاني انا خبرتهم انه العشاء مع صاحب المعمل وشركاء. وبعدين؟ ايه مالك خايفه؟ شو انا اول مره بعمل سهره من هذا النوع؟ بكل الاحوال انا رششت شويه بنات بيناتهم، هن رح يتصرفوا. برافو. النهارده في فلوس كتير. قري بقى. لا اليوم اول يوم، ما تنسى. بالحق أنا لميت الأمانة من شاطئ بنات. فكرينا خدهم وأنا ماشي مع الرجالة. حطهم في المخبأ زي ما قلت لك. عيب. أنا تلمستك. أحبك يا هند. يلا بينا على السهرة. تاني كامل بيه؟ لا ألف شكرا. إيه اللي بتعمله ده؟ أنت بتشرب سيجار؟ بقولك إيه؟ بلاش نكت، ما تعمليش بيها قبل النظرة. لا إله إلا الله، أنت مش الدكتور قايل لك ما ينفعش تدخن أساساً تشرب السيجار؟ أنا عامل زي القطط بسبعة روعة. والله أنت مجنون. مجنون مجنون بس عايش. كلكم بقى وفرح امبارح ده كوم تاني. تصدقي بقى الراجل ده طلع جدع جدا. الناس بعد ما اتطلقوا 7 سنين يعملوا فرح ويرجعوا لبعض. يلا الحب بقى بيصنع المعجزات، واللي عايز يتجوز يتجوز. ايه اللي هي نفس الضحكه اللي طول عمرك بتضحكها لي اول ما اجيب لك سيره الجواز. اسمعي سؤال، زمان لما حبينا بعض كنت انت لسه داخله الجامعه في سنه اولى وانا كنت معيد، قدامنا المستقبل واسع ومفتوح، ومع ذلك ما اتجوزناش. حيث أنا دلوقتي بعد العمر ده كله وأنا وصلت للسن ده نتجوز. وماله يعني إيه السن ده والكلام اللي أنت بتقوله ده؟ اللي أكبر منك بيتجوزه وبيخلفه كمان. بعدين أنت زي القمر أهو. قمر؟ قمر بالستر. بقول لك إيه يا بنت أنت؟ بلاش تعملي عليا الحبتين دول، مش هيخيلوا، ده أنا مربيكي. ها؟ طبعًا قمر. وحشتني كمان. وأنت كمان وحشتني. يا قهر قهر شو حلو. قومي
شغفك هلا عندي شوي. طب ما اقول انت اللي ما في صدرك احد؟ حروره كثير وبطنها بوجعني، بعرف يمكن تسممت اكلت شيء. ليه يا حبيبتي؟ اكلك كشري؟ طبعا بمزح بمزح معك. قولي لي بجيب لك شيء؟ ما هيك شيء، ماما عطتني شرطة ادوية بس اخذت وحاسه حالي مش قادره اوقف اشرب. طب ليكي شو رح يصير؟ رح ننزل انا وريمنا تحت نشوف شو قصه السهره ونرجع نتكلم، اوكي؟ بس متاخر ومي. ما رح نتاخر. نامي شو ارتاح. اولا يا فندم انا اسف جدا علشان جيت لحضرتك بدون تحديد ميعاد سابق، بس يا فندم الامر على درجه عاليه جدا من السريه، علشان كده جيت لسعادتك بنفسي. ايه بقى قومي حسينا حاجه ملزقه بهالتخات. بعرف انا مرتاحه لهالعشاء. طب ليكي نزلت انت لتحت وشفت مين فيه؟ لا انت مش طبيعيه. لا ما نزلت شفت مين في تحت، بس تند قالت لي انه في صاحب المعمل ومرته وشركائه ونسوانه واصحابه بادي جاردي، لانه هدول العالم ما بيمشوا الا مع بادي جاردي. اصحاب منين؟ ريم شو بكي؟ شو قصتك متشائمه هيك؟ أنا كمان كنت خيفانة، بس أول ما وصلنا لهون عن جد خيرت نفسيتي. إذا عن جد هيدا النعيم اللي بدنا نعيش فيه، يعني بيكون الله فتح بوجنا. هلأ بشرفك طلعي حواليك شوي، هيدا عيشة وعيشتي مع خيي ومرته الشريرة عيشة. معك حق، لهلأ الظروف تمام، ما حدا بيغنيكي عن أرضك وناسك ولا حدا بيغنيكي عن ذكرياتك. انت عم تحكي هيك لانه عندك بيت وعائله وحبيب. ايه انا حبيبتي ما عندي شيء. يلا قومي يلا قومي خلينا نشوف معي قبل ما ننتهي. الفيلا فندم مأجرينها اسبوع كامل، والفيلا دي اصلا للايجار القصير. صاحب الفيلا فندم واحد مش مقيم في مصر، ودايما بيأجرها للسواح العرب والاجانب اللي بيبقوا وافدين لمصر مدد قصيره. والمرة دي بالذات يا فندم أجرها راجل مصري اسمه مدحت سري. ممكن الاسم ده ما يكونش اسمه، بس يا فندم لحد اللحظة دي احنا الراجل ده ما نعرفلوش أي أثر، لأن الراجل ده بالنسبة لنا شبح ملوش أي وجود. أنت متأكد إن الهدف بتاعك هناك؟ آه طبعا يا فندم، لأن يا فندم الهدف من ساعة ما دخل الفيلا بالعربية هو ما خرجش، وإحنا مراقبين جميع مداخل ومخارج الفيلا بشكل كويس جدا. يعني من الواضح كده إن هيبقى فيه سهرة كبيرة جدا في الفيلا النهاردة. وتحرياتنا السريعة يا فندم بتقول إن في مجموعة كبيرة جدا من البنات وصلوا للفيلا امبارح، والمجموعة دي نزلوا بشنطهم وحاجات تانية كتير. البنات دي يا فندم وصلوا لحد باب الفيلا بالباص ونزلوا كلهم دفعة واحدة، ودلوقتي يا فندم المعازيم كلهم جوه الفيلا. وزي ما وضحت لسعادتك من شوية إن احنا كنا مراقبين الهدف ومتتبعينه هو بنفسه اللي وصلنا للفيلا دي، وعلى العموم احنا محاصرينهم كويس جدا وما لهمش أي منفذ للهروب. وثقت مع مباحث الآداب؟ اه طبعا بالتاكيد يا فندم. هديك اذن النيابه. ريم خير الله وأنا سهر.
تفضلي. يلا بدي استأذن منك، تفضلوا سمايا. يلا. اوكي. ثانك يو. يا اهلا يا اهلا، ده ايه النور ده؟ نورت في حفلة حبايب. شوف 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 شوف. 10 على 10 يا ابني. ايه ده، انتوا مش ما شربتوش حاجه ليه؟ تشربوا ايه؟ شاي. شاي، هات لي شاي. شاي. بدي اسالك سؤال ستند، استاذ صاحب المعمل مين بيكون موجود هون؟ طبعا ولو اكيد موجود، ما هو صاحب العزيمه، بس ليكو هو برا عم يعمل تليفون. إبراهيم، الصوت غير شكل هيدا. يعني وأخيراً صار فينا نشرب كباية شاي على الرايق وأنت مبسوطة؟ كيف ما بدي أكون مبسوطة وأنا سمعت صوت بنتي ريم وطمنتني عنها.
والله للصراحة يا أمي أنت مش قاري حدا بهالبيت إلا ريم. شو هالحكي؟ أنتوا كلكم أولادي وبحبكم كلكم مثل بعض، بس ريم بيوجعني قلبي عليها لأنه تحملت الهم بكير معي، وكل ما بتطلع فيها هيك وبشوفها مثل الوردة المفتحة بحزن، بحزن على الشقة اللي هي فيه واللي بعد رايحة تقضيه بالغربة كرمالنا. يلا غني غني. من السماء نين هوا شرب الشاي هلا بساعة. هربي يا زهر هربي. يا أمي ويني يا أمي ويني. مالك ما بتاكليش ليه؟ يعني انت عاوز تقسم وقتك ما بين هنا وبيروت وتقول لي مالك ما بتاكليش ليه؟ يا بنت اخواتي محتاجيني ومستحيل اتخلى عنه، وبعدين انا حسيت بمكالمه خلود اختي ان الواد اللي معايا في الصيدليه ده حاطط عينه عليه، وانا ما عجبنيش الحل. طب وانت مالك؟ باباك هو المفروض يهتم بالحاجات دي مش انت. يا بنتي بقول لك اختي وانا بكلمك عن واحده غريبه. خالد انا خايفه اخسرك. تخسريني ايه بس؟ هو انا رايح احب بيروت؟ انا رايح اخد بالي من اخواتي. بعدين انا مش فاهم يا ام قعدت كده وانت قاعده تحبي فيا. وانت مش شايف احنا وصلنا لفين؟ انا بقالي اسابيع مش عارفه اقعد معاك ولا اتكلم. في الاول قلت عشان فرح باباك ومامتك، بس دلوقتي انا مش شايفه بقى فيه سبب. باباك ومامتك سافروا شهر العسل واخواتك كمان سافروا، يبقى فيه ايه؟ سمر يلا قومي نروح. لا ما تتعبش نفسك، انا عارفه طريق البيت كويس. حد قال لك انك قاعده مع واحد جليات؟ استني ما اوصلك. لا حساب لو سمحت. نبدا يا موزع، عايز نبدا موزع. انا معيش فلوس. لا خد من غير فلوس يا موزع. شو بده يصير في ميوريم؟ ميوريم بتنسيهم تماما. وين بدنا نروح؟ ما تعرفي انا مستأجرة بيت هون قريب. هلا بنروح من هناك والصبح ربع. بليز خلينا نشوف ميوريم بكره، بليز. تنسيهم عم اقول لك، والا بدك تصيري مثلهم. متهمة دعارة ومخدرات، عم تفهمي؟ شو؟ دعارة ومخدرات؟ شو عم تفهمي؟ شو عم تفهمي؟ شو عم تفهمي؟ بدي روح على لبنان هلا بدي روح على لبنان. روحي على لبنان. بليز بدي باسبورك. رح اعطيكي باسبورك ورح روحك انت ورفقاتك واخلص من همك وهم العمى. قولي بيكونوا عارفوا فيي. عندك ايه الليله يا مجزه؟ تضربي شو نحس انت ورفقاتك؟ يعني ايه البنات رافضين يعيشوا في مصر؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ انت متصور ان خالد عمل ده كله ورجعنا لبعض علشان سواد عينينا؟ لا يا حبيبتي، خالد عمل كده علشان حلمه انه يلم شمل الاسره. يا سلام، ايه الضحكه الغريبه دي؟ ابدا، بس انا كنت حاسه انه زواجنا ما رح يغير شيء لا بحياتك ولا بحياتي،
كل اللي عم بيحلم فيه خالد صعب يتحقق. لين ما بدها تجي تعيش بمصر ولا ممكن تقبل تترك جامعتها. خلود مبسوطة كتير باللي عم تعمله بالصيدلية ببيروت. على العموم أنا ليا كلام تاني معه، وأنا متأكد إن خالد مش هيسكت. طيب تنشوف تنشوف شو فيك تعمل أنت وخالد. كل حاجة بتيجي بالتدريج، وبعدين أنت ممكن تساعدينا. يعني لو وافقت إنك تيجي تعيشي معايا في مصر، الولاد مش هيقدروا على بعدك عنهم. فهمت؟ فهمت بقى فتك ليه انا ما اتجوزتش؟ عشان ما حدش ينكد عليا. اديك لسه انت وسمر على البر اهو، ومورياك النجوم في عز الظهر يا حلو. دي حاجه تقرب بصراحه. لا وانا قلت اخرج معاه عشان اغير جو وهدي اعصابي، عكننتني وفورت دمي. مش عارف اعمل ايه بصراحه. ياه بقالك زمان قوي ما جيتش وفضفضت لي كده. الظاهر ان الخروجه دي كان ليها تاثير سيء قوي عليك. الموضوع بالنسبه لي حياه جايه، قرارات مهمه عايز اخدها مع سمر مع اخوات البنات. نفسي اعيش مبسوط واحس بالاستقرار. كان غيرك اشطر، ما انا قدامك اهو، لا حد متجوز ولا اولاد ولا ليا حد قدامي ولا ورايا، ومع ذلك برضه مستعيد. عارف يلا هسيبك بقى عشان تنام شويه وترتاح. انام شويه ايه وارتاح ايه يا جدع انت؟ هو احنا فراخ؟ اقعد اقعد بس اقعد يا بوب. ما ينفعش، لازم ترتاح شويه. ارتاح ايه؟ ما انا عامل زي القرد قدامك اهو يا راجل. العمر واحد والرب واحد، في ايه؟ تربيتك على ايدي. ما تخافيش يا اختي، انت بتترعش كده ليه؟ انت اول مره تخشي التخشيبه؟ طب انت ممسوكه اداب؟ طب مخدرات؟ ايه القرف ده؟ انت منين يا بنت ومالك يا بنت ما تترعشيش كده؟ طب ما تخافيش يا حبيبتي، انا بقى ان شاء الله هعلمك كل حاجه. الصح الضح انتوا. بتروحوا ثلاث سنين وبترجعوا مزنكلين وما في مصاري. شو هن ثلاث سنين؟ عم بيمرقوا مثل ثلاث ساعات. ايه بس بعد ما فهمنا، شو هي الفرصة الذهبية؟ كونترا. كونترا ثلاث سنين، فيكم تمضوا كل سنة بسنتها، وفيكم تمضوا أول ست شهور وبعدين بتجددوا. وظيفة بمعمل حرير وارتيزانال لرجل أعمال لبناني عايش بالقاهرة. الزلمة بده 20 موظفة حتى يشتغلوا على المكانات. عم بنقي من كل معمل بنتين ثلاثة حتى يفتح الفرصة للكل. رح يعملوا لكم دورة على المكانات وتشتغل، وكل شيء مأمن، أكل شرب ومنامة، وفوق هيدا وكله معاش $3,000 بالشهر. ايه 3,000 دولار. استاذ احسان رح يمضيكم كونترا ويسوقركم، وما بتمضوا قبل ما تتاكدوا من كل شيء، مفهوم؟ طب وانت ليش عم تعملي هالشيء من ورا ظهر الاستاذ رشيد؟
لأنه إذا عرف إنه أنا السبب وإنه المعمل رح يخسر ثلاث بنات شاطرين وعندهم خبرة والله بيزعل مني، وإنتوا بتعرفوا أنا وياه مثل الإخوة. بس ما بدي ضيع الفرصة عنكم، والله حرام كل وحدة منكم عندها 100 ضربة سخنة وناطرة هالكونترا بجنون وبدها فرصة من غيني. يلا يلا اسألوا اللي بدكم تسألوه، بس بليز قبل الدو بدي الجواب، لأنه لازم نعمل الباسبورات من هلأ ليومين، لازم تسيروا بالقاهرة. أنا ما عندي حدا نسأله من هلأ، عم بقلك بمضي على 3 سنين، بمضي على 10 كمان، بركي بخلص من هذا القرف اللي أنا عايشة فيه. أنا ما فيي، بدي أسأل أمي وبي بالأول وبرد عليك خبر بكرة. وين تري؟ أنا لا، أكيد لا، ما فيني روح وأترك أمي المريضة، بعدين خطيبة وليد شو بعمل فيه؟ بتركه هيك وبفل؟ سافري حبيبتي سافري، حتى أمك تبطل مريضة وخطيبك يبطل خطيبك ويصير جوزك. مهم بكرة قبل الدو بدي صور وإخراجات العيد، لأنه بدنا نخلص الباسبورات بأسرع وقت ممكن. ماشي؟ ولا مش؟ أو يا بنتي بدي لك شوية يا بنتي. يا بنتي فكي كده، يا بنتي رقصي كده، يا بنتي فكي. خلاص تعالي انت، يلا يا حبيبتي رقصي، يلا يا بنتي. ايه الناس دي؟ اتحن عارف كويس ان انا مش متاكد بنسبه 100% من مشاعري ناحيه سمر. تاني حاجه انا مش هقدر افكر في الجواز وانا لسه قدامي حلم عايز اعمله، ان انا الم شمل عيلتي اللي كل شويه قاعدين في بلد دول. شوف يا ابني، انا اخر واحد في الدنيا دي ممكن ينصحك بالجواز، بس الاهم من الجواز الخلفه، واحنا في بلد شرقي زي ما انت عارف الخلفه عندنا ما تجيش من غير جواز. يا خالد، الأولاد زينة الحياة الدنيا، وبعدين أنا لولا أن أنت موجود في حياتي معتبرك زي ابني بالظبط، أنا كان زماني اتجننت، لأن لازم الابن يبقى موجود في حياة أي راجل في سني عشان يبقى ظهر يتسند عليه. أنت عارف أن أنت بالنسبة لي مش مجرد واحد زي أبويا وبس، أنت صديقي وأخويا ومثل الأعلى وإنسان ما أقدرش أستغنى عنه أبدا. بس بقولك إيه، ما تقولش الكلام ده قدام أبوك أحسن يغير مني ويجي طين عيشتي. ها؟ لا ما تقلقش، هو بيحبك زي واكتر كمان، وعارف انت ايه بالنسبه لي. ربنا يخليك ليا يا حبيبي وما يحرمنيش منك ابدا ابدا ابدا، ويديني طول العمر لغايه ما اشوف ولادك ويمشوا يزفوني وهما ماسكين في ايدي ويقولوا جده كامل جده كامل. يعني افهم من كلامك ده انك بعد كده عايز تفتح بيزنس في لبنان وتعيش ما بين القاهره ولبنان، صح؟ ايوه، اخواتي محتاجيني جدا وبابا بعيد عنه، وخالي راجل طيب بس افكاره غريبه كده وتحس ان هو غامض. يعني لين مثلا مش عارف، حاسس ان هي عندها مشاكل ايه انا مش عارفها، وخلود مقربه كده من شاب اسمه سعد بيشتغل معاه في الصيدليه، هو كويس بس فقير كده وناقم على الاغنيه، يعني مش مريحني، مش هو ده اللي اتمناه لخلود. يعني عايز اروح بقى احل كل المشاكل دي. طول عمرك عاقل وبتحلل الامور صح، بس قول لي حاجه مهمه جدا، هتتصرف ازاي مع سمر؟ والله انا شايف ان انا وسمر لازم نسيب بعض. ايه؟ زي ما سمعت، مش عارف، حاسس كده ان انا بظلمها معايا. ليه وقعي في شي؟
لا ما تشغليش بالك. حدا بوشي الولاد بهم شي؟ الولاد كويسين، شوية مشاكل بالشغل. نام انت يا حبيبتي. جزمتك دي متأكدة؟ يعني ما تسترقاها؟ أصل أنا ما باكلش حرام. هقولك على حاجة، أنا هاخدها وانتي خدي ده امشي بيه. وعلى عيني يا حبة عيني جزالة حبة ليه بخير أبو افرش قومي يا أختي تعالي معايا. تعرفي صورة البنت دي؟ أكيد أكيد بعرفها، أدي ماين، إحنا تربينا سوا بالضياع مع بعضنا. تعرفي رقم لأهلها في لبنان نتصل عليه؟ أكيد بعرف رقمها، هي خلت رقمها مع أهلها بلبنان، بس هي كمان بريئة والله، هي مخصة، هي كمان انضحك عليا بكده. بلنا رقم اكتبي بسرعة. طمني عنها، هي معنا هون هلا؟ لا. طب وين؟ احنا نتصل باهلها في لبنان عشان يجوا يستلموا الجثه. صباح الخير يا ام ابراهيم. صباح النور. كم مره بدي اقول لك اللي بتاكل كعك بزعتر مش هون، سافرت. مش مشكله، خبي لي اياها، ما بدي منك مصاري. اخ يا صبرك يا ايوب. ابدا ما بصدق هالشيء.
أنا على مصيبة. بنتي بنتي يا بنتي، أوه يا بنتي الغالية أنت، يا الله يا الله. عم بحكي مع خلود. بتسلم عليك. أشرف شو فيك؟ في شي؟ لا، بورصة وقعت فجأة وخسرت مبلغ كبير. أنا أنت شو بدك بالبورصة؟ شغلك مشي كتير منيح، لشو هالمغامرة الخطرة هي؟ ليلى، أنت فاكرة إن المبالغ اللي أنا بكسبها دي بكسبها من شغل وبس؟ طب لعلمك بقى، كل الأعمال الخيرية اللي أنا بعملها دي من أرباح البورصة. أنت بتعطي وبتعمل عمل خير، يعني بكرة ربنا رح يرتلك يهون أضعف وأضعف، كون أكيد. أنا مو مش مهم، الشغل عودني على النوع ده من الصدمات، لو حد غيري كان زمان نقلوه على المستشفى. بيد الشارع قلبك، ما تقول هيك. أنت كنت تتكلمي عن البنات. كنت عم بحكي معهم، حكيت معهم اثنيناتهم، وكمان جات حكيت مع خالد. تعرف شو؟ خلينا نرجع. انت زهقتي؟ لا مش هيك، بس انا حسيتك متضايق ومزروق بالشغل. انا هيك بقعد كم يوم بالقاهرة كمان، وبعدين بسافر على لبنان، شو رأيك؟ هلا بيني وبينك شهر العسل معك حلو، بس معك ومع خالد احسن بكتير. اشتقت له كتير. بجد بجد عايزة ترجعي؟ وانت عايز ترجع بجد بجد صح؟ يلا قوم طب غرادك. ظاهر ختيارنا وكبرنا على السفر وشهر العسل. ايه ده ايه ده ايه ده، بس ما تيجي تكلم في عروسة تقول العريسة وشهر العسل اختيار. بزمتك انا ختيار. ايه ختيار؟ طب عيني فينك كده؟ عيني فينك. انت عجوز عجوز. وانت زي القمر زي القمر زي القمر. استني هنا 10 دقايق، سيادة وكيل النيابة مشغول. أنا بريئة. لا أنا ما غصنا. لا أنا جينا نشتغل بالمعمل. الكلام ده بتاعي يرحمك. هلا بتكون انتشرت الخبريه بالضيعه كلها، بكره جاي جت تنايه هونيك المصيبه كمان. لا لا بنتي بريئه، هيدي خبريه مش صحيحه، اكيد اشاعه. اشاعه؟ اشاعه وما هي ماتت؟ رايحين يجيبوا من المطار الجت امي، كيف تكون اشاعه؟ في مليون سبب لحتى الواحد يموت. بس ما هي ماتت لانه شرطه الاداب كانت لحقتها بتهمه الدعاره وزتت حالها لتهرب من الفضيحه. حكيت مع المركز مطرح ما موقوف الست ريم. الست ريم وكل البنات كانوا سهرانين بفيلا مع أكبر عصابة دعارة ومخدرات. حلو،
مش حلو؟ هودي هن المصريات اللي رايحة تجيبهم تنأمن مستقبلنا أنا وياها وتأمن لك دوياتك يا ست أم إبراهيم. مش معقول في شي غلط بالخبرية، أكيد ريم ما كانت عارفة لوين رايحة. عن جد؟ مش عارفة؟ لا نحن ما سمعنا صوتها على التليفون وعم تضحك وخبرتنا بحياة النعيم اللي عايشتها هونيك. لك يا أم إبراهيم، لك يا إبراهيم، ما بدي أسمع شي عنا ولا عنكم، فاهمين؟ استر عرضك يا ابني، روح جيب منه رقم اختك حتى نحكي معه ونساعدها. عرضك؟ ليش تركت لها عرض الستريم؟ وقالت معه حق، حكيت لها وكانت مبسوطة. بكره بكره ان شاء الله بتموت مثل ما ماتت معي وبتريحنا من صيت المقرب. يا الله يا رب يا رب رجع لي بنتي يا رب. ثقيلك كيلي. انت شو جابك لهون وكيف صرت هيك؟ هيك؟ شو يعني هيك؟ لكون ماني عجبتك. لكي انا عايشة بمكان بياخد العقل وبجي لهون بس كرمال اختفي كم يوم وما فتح لي العيون علي. على فكرة اشتريت البيت يلي جنب بيت أهلي يلي إخواتي حرموني من حصتي فيها وشغلوني لفاية ببيوت العالم. هلأ صرت لما بوصل على الضاعة ببوسوا إيدي وش وقفع. أهل الضاعة بيعملوا لي 100 حساب أول ما يشوفوني. المصاري هي الأساس يا توبريني. معك دولار؟ تسوي دولار. طب شو بده يصير فينا؟ رح تطلعوا براءة، ما تخافي.
ما في شي ضدكم. بتروحي بتجيبي باسبورك من عند الشرطة بترجعي لهون. أنا بقول لك ساعتها كيف تشتغلي لحتى تصيري مثلي. ولما تصلي على طيعتك ولعند أهلك بيركضوا وبيبوسوا لك إيدك وش وقفة مثلي. أنا بس بدي براءتي. ما تزعلي حالك حبيبتي. كيفك يا أم إبراهيم؟ كيف بدي كون يعني؟ نجيبة أنت بتعرفي أنه بنتي بريئة. بنتي ما كان بدها تروح، أنت بتعرفي ما هيك؟ بنتي بريئة، بنتي ما بتعمل هيك. قولي أنك مصدقة أنها بريئة. أنا مصدقة يا أم إبراهيم، مصدقة ومأكدة كمان. لكن قولي للناس، قولي للناس يلي مصدقين، قولي لهم بكرة بس ترجع بريئة بإذن الله كلهم رح يندموا. ليكي أنا، ليكي أنا عم كفيلة جاهزة. ليكي شو عم بعملها؟ هيدا خطيبة يلي مصدق بس يعرف إنها بريئة قديش بده يندم وبده يجي يعتذر مني ومنا. ليش خليتيها تروح؟ ليش خليتيها تروح؟ ليش ما منعتيها؟ ليش؟ اليوم بتجيبوني وبتعادوني على الباب المسكر وما حدا بيقعد يسمع. أنا لازم أحكي يا عالم، أنا لازم أحكي مثل ليش بتسمعوني. سلبيني هون، سلبيني ما بعرف ليش، بس أنا ما بعرف وين هون. كوني بس تقولي بتكون رقم أهل صاحبتي، تقولوا له إنها ماتي. هيك بسوني بتعرفوا مين هيك؟ هيك عم غمر كنت تربيت أنا وياه عم نمشي الشوارع ونمشي البيوت. إيدي أختي، إيدي أختي، أنا ما هي اللي لعبنا سوا وضحكنا سوا. يا أختي يا عالم كل عارفين تتاني ويمكن ماتي. مش أنا شو؟ أنا فكركم مش ميتين هون، فكركم أنا عايشة. يا رب حدا يعطيني تليفون بدي أحكي مع أمي. عارفين من اللي صار فيي ومدري شو صار فيها. يا عالم امي مريضه ارحموها. استنوني هنا شوي. انا انساني يا عالم، انا انساني.
أنا كامل رشوان محامي. إذا أنت محامي دعيلك ساعدني. متخافيش أنا مش هسيبك، بس احكي لي رحلتك.